بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي الشهير، المولود سنة 64 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 41 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن 77 عاما. ولد في بغداد ومات في بغداد رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث 33 بعد 200 بترتيب مكتبة المكنز أو مطبعة المكنز. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. يسمر يعني ما يبقى في أمر مهم والنبي يريد أن يستشير كبار الصحابة، فيجلس إيه بعد العشاء عند أبي بكر يناقش هذا الأمر إيه مع سيدنا أبي بكر. والسمر معناه الحديث بعد العشاء، يبقى يسمر معناه إيه؟ يتحدث بعد العشاء. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصيلع يعني عمر، سيدنا عمر كان أصلع، كان أصلع، عارف الأصلع اللي هو يبقى عنده جزء في دماغه ما فيهوش شعر، فسيدنا عمر كان كده. فبيقول إيه؟ رأيت، وكان عينيه كمان فيها شيء من الحول البسيط كده، وكان طويل 2 متر و30 سنتي، حاجه كده ضخم، فكان طبعا اصلع وطويل، وعينيه ما تبقاش عارف هو باصص لك ولا باصص اللي جنبك، ويشخط فيك قلبك يقف تتخض على طول، منظر يخض، فهمت؟ كان عشان كده كان ليه هيبه. فبيقول ايه يا سيدي؟ رايت الاصيلع يعني عمر يقبل الحجر. يبقى ليه بقى بيقول الاصيلع؟ لان في الاحرام راسه مش متغطيه فبانت صلعته، فهمت؟ في الإحرام، لكن هو في العادة بيبقى إيه؟ مغطي صلعته بغطاء رأس عمامة أو إيه؟ أو قلنسوة أو شيء ما يشبه. قال: رأيت الأصيلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. يبقى سيدنا عمر بيقبل الحجر تبركا بموضع التقى بشفتي الحبيب. ادي كل الحكاية، هو فاهم كده الحكاية، لولا أن أنا حبيبي قبلك، أنا بس بقبلك علشان يعني إيه توافق شفتي الحبيب. ما كانش عارف إيه حكمة إيه تقبيل الحجر، ما كانش عارف، هو بس عملها كده حبا وتبرك. شاف النبي بيعمل كده، زي ما تلاقي واحد مثلا انت بتحبه بيشرب، تروح انت شارب مكان ما يشرب، تروح لافف الكوب كده وتشرب مكان ما يشرب، هو نفس الحكايه. فقام سيدنا عمر ايه بيبين لك؟ انك انت تتبع الحبيب وتقتفي اثاري ولو لم تعلم الحكمه. دي برضو من ضمن الايه العلامات. سيدنا علي كان وراه، سمعه بيقول كده، سيدنا علي كان وراه، قال: لا يا أمير المؤمنين، والله ينفع ويضر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث يوم القيامة له لسانان ولسان وشفتان
يشهد لكل من قبله بالإيمان والإسلام. فهمت بقى؟ فسيدنا علي ورا شيخه، سيدنا علي ده كان شيخ سيدنا عمر. فهمت؟ وكان ما يستغناش عنه. فهمت؟ بالرغم صغر سنه، سيدنا علي كان قريب في السن من سيدنا عبد الله بن عمر، ابن سيدنا عمر، لكن سيدنا علي حاجة تانية. واخد بالك؟ أقضاكم علي. وعشان كده حجزوا جنبه فترة الخلافة، قالوا لا ما تروحش أنت تحارب مع خالد بن الوليد والناس وتروح للشام وتسيبني أنا هنا أغرق. تقعد جنبي هنا مستشار خاص بيا. فأي قضية تعرض على سيدنا عمر يعرضها على سيدنا علي. حتى لما يلاقي قضية صعبة وسيدنا علي مش موجود يقول قضية ليس لها إلا أبا الحسن. هو ده اللي يجي يقول لي فيها حلها. لكن ايه، خد بالك ان سيدنا عمر بيعلمنا حاجة وسيدنا علي علمنا حاجة. سيدنا عمر بيعلمنا حاجتين، انك تتبع النبي في افعاله ولو لم تعلم الحكمة، لان النبي لكونه نبي لا يفعل شيء الا من وراء حكمة، لان الانبياء مش هيعملوا كده ايه حاجات بلا حكمة. ليه؟ لان اللي بيعمل بلا حكمة ده السفيه، والانبياء ما عندهمش سفاهة. وبالتالي تتعلم كده انك تمشي تقتفي اثار النبي حتى، وما تسالوش ليه عملت كده يا رسول، كفايه انه عمل اعمل. وبعدين نستفيد زياده تبركا بايه؟ بما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو برضه اراد ان يتبرك بشيء لمسه شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الانبياء على فكره قبلوا الحجر، كل الانبياء حجوا كلهم قبلوا الحجر. فيعني شوف بقى الحجر ده مليان بركات ايه بقى. وبعدين سيدنا علي ادانا معلومه زياده، بين لنا الحكمه. سيدنا علي بقى لما رد على سيدنا عمر ايه، بين له حكمه هذا الفعل، انه من وراء حكمه يا امير المؤمنين، لانه ايه يمين الله في الارض يشهد لكل من ايه قبله واستلمه على بالايمان يوم القيامه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم نعم تنفع الاثنين، كسر العين وفتحها. والنبي كان يقولها نعم ساعات كمان، وعمر بن الخطاب كان يقول نعم ساعات، بعض القرشيين كانوا يقولوا نعم، النبي كان يقول نعم ونعم عشان فصيح يجيبها كل الوجوه. والكسائي قراءة الكسائي في كل نعم في القرآن يقولها نعم. واخد بالك؟ زي مثلا قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ده قراءة الكسائي آية 44 في الأعراف. وكذلك قوله تعالى في الأعراف إيه؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. وفي الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين في سورة الشعراء. نعم نعم ده مين؟ الكسائي. والأخيرة إيه في سورة الصفات اللي هي إيه؟ قل نعم وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون. يبقى دي مواضع نعم ايه في القرآن. فهم؟ في مواضيعها كلها الكسائي قراءة الكساء نعم. خد بالك؟ باقي القراء كلهم نعم. يبقى جت ايه؟ بالقراءتين. يعني لو واحد أصابته جنابة لجماع زوجتي وكسل أن يتوضأ أو يغتسل، له أن ينام وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم ينام. لأنه النوم مش صلاة يعني. وأنت هتصلي وأنت نايم؟ فهمت ازاي؟ يبقى يجوز انك انت تنام، والافضل انك تقوم ايه تغسل مكان ايه مذاكيرك ومكان النجاسة، وبعدين ايه تتوضأ وتنام. وافضل الافضل انك تغتسل. يبقى في يجوز افضل افضل الافضل ثلاث مرات. خدت بالك؟ قال نعم اذا توضأ. يبقى النبي دلك هنا على المرتبة الوسطى. فهم؟ نعم اذا ايه توضأ، لأن النبي يدلك على الحاجة المستحبة مش المباحة، الحاجة اللي هتثاب فيها على عليها أجر. فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير
قال أخبرنا هشام عن أبي عن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. يبقى الفطر إمتى؟ مش بحلول الظلام، لا ده بغياب قرص الشمس في إيه؟ في الأفق. أول ما يغيب قرص الشمس في الأفق تفطر، حتى لو لسه في أثر إيه؟ الضوء اللي يسموه الشفق الايه الابيض والاحمر، يبقى لسه موجودين. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو كامل اللي هو الجحدري قال حدثنا ابراهيم بن سعد، ابراهيم بن سعد ابن ايه؟ ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده سيدنا عبد الرحمن جد ابيه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو إيه؟ الإمام محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من إيه؟ أواسط التابعين ومشاهيره. حا يعني تحول إسناد، والمغاربة يقروها تحول، والمشرق يقولوا حا، يبقى قراءة المغاربة يقول لك إيه عند الحا؟ يقول لك تحول، يعني هجيب لك سلسلة تانية مشايخ تانيين، لكن المشارقة اللي زينا احنا ايه مشارقة مصر ايه مشارقة حد اخر المشرق مصر، من ليبيا وطالع مغرب، يبقى مصر ايه اخر المشرق من حيث ايه في الاتجاه، وانت جاي من الشرق كده وماشي يخلص الشرق امتى؟ عند السلوم حدود مصر، دخلت ليبيا بقيت في المغرب، بداية المغاربة، خدت بالك؟ يبقى المشارقة يقروا ايه؟ يقول لك حا، حا يعني ايه؟ يعني تحول اسناد، والمغاربة يقولوها تحول، يعني هيجيب لك اسناد من طريق اخر. قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر اللي هو معمر ابن راشد الصنعاني عن الزهري، هناك قال لك ابن شهاب وهنا قال الزهري، هو هو التقوا عند الزهري هنا، يبقى التقى الطريقين عند الامام الزهري. المعنى عن ابي الطفيل، يعني هو بيروي لك بالمعنى مش باللفظ بالظبط في الطريقين، خدت بالك؟ المعنى عن ابي الطفيل عامر بن واثله ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وعسفان موضع ايه؟ بجوار ايه؟ مكه، في الطريق من مكه للمدينه كده، وكان عمر استعمله على مكه، فقال له عمر من استخلفت على اهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة، فقال وما ابن أبزة؟ فقال رجل من موالينا، فقال عمر استخلفت عليهم مولا، مولى يعني عبد، عبد أعتق، والعربي يحب إيه؟ إن اللي يبقى ريس عليه يبقى حر بأصوله عشان إيه؟ يستجيب له، فيقول له تختار عبد ومعتق وتخليه على مكة مكانك، فهمت؟ استخلفت عليهم مولا، فقال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. يبقى دي بقى إيه مسوغات إيه استخلاف العلم وحفظ القرآن وإيه والفقه. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف ارتفع شأنه عشان حفظ القرآن، وبقى إيه يعني يستحق أن يكون إيه أميرا على إيه على من هو أشرف منه نسبا ولكن أقل منه علما، فهمت بقى؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي البختري قال قال عمر لأبي عبيدة بن الجراح أبسط يدك حتى أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا فأمنا حتى مات. سيدنا عمر في الأول كان إيه قبل ما كان يختار سيدنا أبو بكر، وهم لسه إيه بيفكروا، والحكاية دي خدت
ساعات بسيطة بعد وفاة النبي. كان هو ايه يقتنع قوي في ابو عبيدة، لدرجة انه هو عند وفاته قال لو ابو عبيدة ما زال حيا لوليتها عليكم مكاني، ولكنه كان مات في طاعون الشام، فترك ايه الخلافة في ستة، قال لهم اختاروا واحد من ستة، لكن لو ابو عبيدة عايش ما كنتش خيرت عليه حد، ابو عبيدة هو اللي مكاني. فهمت؟ فسيدنا عمر عموما كان بيعتبر ابو عبيدة ده نموذج جميل، ايه لدرجة لما كان يجي يزوره زاره وهو قائد جيوش الشام بعد فتح الشام، زاره في خيمته وده قائد الجيوش، والشام دي مليانة اكل وشرب وفخامة وقصور، لا ايه لا قاعد على فروة وجنبيه كوز واناء بيتوضى، بس ادي كل الايه ما حول قائد الجيوش الفاتح العظيم. فقال له عمر ما غيرتك الدنيا يا ابا عبيدة، انبسط منه قوي يعني ما تغردش بزنت الدنيا زي ما انت يا ابو عبيد. فكان يحبه عشان كده، لان سيدنا عمر كان فيه الحكايه دي برضه، الدنيا مهما اقبلت عليه ما تغيروش، ما ناقص تيجي عليه ما تغيره، هو عمر فهمت، كذلك ابو عبيد فكان يحبه عشان كده. فالمهم لما قال لابو عبيده سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت امين هذه الامه فانا استامنك وابيعك، قال له لا اتقدم على ابي بكر الذي ايه قدمه النبي إمام في الصلاة، فإذا كان رضيه إماما لصلاتنا أفلا يكون إماما في حياتنا. وعشان كده هو اللي خلى سيدنا عمر يقول نفس الكلمة دي لما قدم أبي بكر للأنصار، فهم؟ كأنه لا أطهى من مين؟ من أبي عبيدة، فهم؟ رضي الله عنهم جميعا. ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا فأمنا حتى مات. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدي للناس ما يمنع عنهم إيه الكفر، يعني يبذل الدنيا حتى يحفظ عليهم دينهم. فسيدنا عمر لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي في القسم ناس ما تستحقش، في ناس تانية محترمة كبيرة حفاظ قرآن مجاهدين صادقين سابقين في الإسلام ليهم أيادي، النبي ما يدهمش زي ما بيدي دول. فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله بتدي دول وفي أفضل منهم؟ قال له يا عمر لو ما اديتهمش هيقولوا عليا بخيل، ولو قالوا عليا بخيل يكفروا، ولو ما اديتهمش هيغلظوا ليا في الكلام فيسيئوا الطلب، وإساءة الطلب مني يكفرهم، فأنا بستر إيمانهم بحافظ عليهم بالفلوس عشان لا يتجرأوا يتكلموا كلام لا يليق ولا يتهموني بالبخل فيكفروا. خد بالك، شفت النبي بقى يبذل الدنيا من أجل دين الآخرين، يبذل الدنيا من أجل دين الآخرين، نظرة تانية غير نظرة عمر، مش مختلفة، فهمت؟ ده رحمة جاي مش بيعري الناس، مش جاي يختبر الناس ويمتحنهم، ده جاي يسترهم مش يختبرهم، فهمت بقى؟ لأنه رحمة. إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش، يعني أنا بين خيارين، يا إما لو ما اديتهمش هيسيئوا الطلب فيفحشوا في الكلام، أو يبخلوني أو يقولوا على رسول الله بخيل، إزاي يبقى بخيل وأنا رحمة العالمين؟ فهمت؟ فلست بباخل، فهمت؟ بس سيدنا عمر فهم رحمة النبي بالأمة وبالناس. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ناعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع. عبيد الله ابن عمر عن نافع قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما سعد بن مالك يمسح على خفيه، فقال ابن عمر وإنكم لتفعلون هذا. بقى معقول كده؟ كانش يعرف ان النبي مسح على خفيه، لا بيتوضى بيمسح على خفيه. قال له بتعمل كده؟ وإنكم لتفعلون هذا. فقال سعد نعم. فاجتمع عند عمر، فقال سعد يا أمير المؤمنين أفتي ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نمسح على خفافنا. فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط والبول، يعني ولو كان جاي كمان من الغائط والبول، يعني اتنقض وضوء خالص، ولا المسح ده في التجديد الوضوء بس؟ فهم؟ والوضوء قد يكون للتجديد وقد يكون ايه لرفع الحدث. فبيسأل سيدنا عمر وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر نعم، برضو تقول نعم نعم تنفع الاثنين، ها خد بالك. وإن جاء من الغائط والبول؟ قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا. وده مذهب الملكية، مذهب الملكية المسح الخفين بلا وقت، تقعد تمسح عليه على طول كده. لكن الشافعية يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في السفر، لأن ورد أحاديث أخرى. فهمت بقى إزاي؟ ده رأي الشافعية، مذهب الشافعية. لكن مذهب المالكية بدون توقيت. واضح؟ خدوا بعمل أهل المدينة، الإمام مالك لأن أهل المدينة ما بيوقتوش زي عبد الله بن عمر كده، فجعل عمل أهل المدينة دليل على إيه؟ على صحة الفعل، لأن العمل أقوى من الخبر القولي. فهمت؟ فحدثت به معمرا فقال حدثنيه أيوب عن نافع مثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال صرفت عند طلحة ابن عبيد الله ورقا بذهب. صرفت أو صرفت يعني فكيت الورق الفضة بالذهب، الورق اللي هي الدراهم. يعني معاه مثلا 10 دراهم يديهم له، يدي له بدلهم ايه دينار يصحح. فهمت ازاي؟ او معاه 20 درهم يديهم له، لان الدينار كان ب10 دراهم. فهمت؟ الدرهم بفضة والدينار ذهب، وانت عارف ان الفضة والذهب جنسان ربويان، والعلة فيها النقدية، مش كده برضو من الاجناس الربوية. فبيقول له ايه؟ قال صرفت، ممكن تقول صرفت، صرفت عند طلحة ابن عبيد الله ورقا يعني دراهم بذهب يعني بدنانير. فقال أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة. قال له طب انتظر حدهم لك لما يجي الخازن مع مفتاح الخزنة في الغابة، المكان بعيد في المدينة، هيجي على العصر كده، اقعد، وهم كانوا الساعة 10 الصبح. قال له هيجي على العصر، استنى لما يجي الخازن بتاعنا نفتح وندي لك. كويس؟ قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه. ليه؟ لانه خد بالك ان الاجناس الربوية عند التبادل اذا اتفق في العلة واختلف في الجنس يجب ايه؟ شرطين، التقابض والحلول، وإلا وقعت في ربا اليد، يدا بيد في المجلس. لكن لو اتفقوا في العلة والنوع، يعني ذهب بذهب، يجي لنا شرط ثالث وهو التماثل. يبقى عندنا ايه؟ 3 شروط لو اتفقوا في العلة وفي النوع. ذهب بذهب يبقى لازم ايه؟ التماثل والتقابض والحلول. لو لم يتوفر شرط التماثل يبقى ربا الفضل، لم يتوفر شرط التقابض يبقى ربا اليد، لو لم يتوفر ايه شرط الحلول يبقى ربا النسيئة. فانت عشان تبعد عن كل انواع الربا، طب اختلفوا قمح بذرة
والاثنين العلة واحدة لكن النوع مختلف. العلة انه هو طعم، واخد بالك، مطعوم ذهب وايه قصدي قمح ورز، قمح وشعير. هنبدل، هدي لك انا كيلو قمح تديني 3 كيلو شعير، فهمت؟ يبقى هنا بقى لما اختلفوا لا يشترط شرط التماثل، لان ممكن يبقى كيلو ب3 كيلو ما يجراش حاجه، بس يشترط ايه؟ التقابض والحلول في المجلس. ما ينفعش يقول لي طب استنى اما يجي افتح لك الخزنه بعد يومين 3 واديهم لك، ما ينفعش كده. وقعنا في ربا ايه؟ اليد وربا النسيئه. عشان كده لما قال له لما يجي الخازن من الغابه بعد العصر خليك كده معانا او عدي عليا بعد العصر خد الايه المبلغ بتاعك، سيدنا عمر قال له لا والله لا يفترق حتى يقبض في الحال في المجلس، والا هنوع في ربا. فهمت بقى؟ فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، يعني يدا بيد في المجلس. هاء وهاء يعني اللغة المصريين يقول لك ايه؟ هات وخد. هاء وهاء يعني ايه؟ هات وخد، قبضني قبضك على طول في القعدة. فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما ارتد اهل الردة في زمان عمر ابي بكر قال عمر، احنا قلنا اهل الردة نوعين، نوع ارتد بالكلية رجعوا كفار تماما، ونوع تاني ارتد بايه؟ بمنعه الزكاة فقط، لكن بيصلي ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقرا قران وكل حاجة، لكن هو ايه؟ قال الزكاة دي خاصة بحياة النبي، النبي ربنا بيقول خذ من اموالهم، خذ من اموالهم، والنبي مات يبقى ما فيش. فهموها كده. فسيدنا عمر بيناقش سيدنا ابو بكر في النوع ده، هتقاتل النوع ده ازاي وهم بيشهدوا ان لا اله الا الله ويقولوا محمد رسول الله؟ مش بيناقشوا في النوع الاولاني اللي كفر خالص. فهمت بقى؟ قال لما ارتد اهل الردة في زمان ابي بكر قال عمر يسأله عن الذين امتنعوا عن الزكاة مع ايه؟ مع قيامهم بباقي احكام المسلمين، كيف تقاتل الناس يا ابا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، يعني محمد رسول الله. يبقى هنا معنى الشهادتين عنوان الشهادتين وليس اكتفاء، لان الواحد قاعد يقول اشهد ان لا اله الا الله فقط ولم يشهد بنبوه نبينا، ما زال مع ابو جهل وايه وقارون في الجنه في النار. فاهم؟ لابد مع النبوه. يبقى حتى يقول لا اله الا الله عنوان الشهادتين وليس المقصود الاكتفاء بها. فاذا قالوا لا اله الا الله فقد عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والعناق اللي هي الشاة الصغيرة، مع إن أصلا في الزكاة ما بتاخدش شاة صغير، لكن ده من باب المبالغة، من باب المبالغة، مش حاسب لهم لا قليل ولا كتير، لكن اصلا عند اخذ الزكاه ما بيتاخدش السياسه الصغيره اللي هي العناق اللي لسه مولوده، لكن هو من باب المبالغه. لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحلفت فقلت لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي وقال لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال له كده لا تحلفوا آبائهم كانوا كفار، هيحلف أبوك كفر؟ يبقى الحلف بالآباء إن كانوا كفارا حرام قطعا، لأن الكافر لا منزلة له عند الله.
طب لو كان مسلما مكروه، لأن المسلم له إيه؟ له منزلة، فما نسووش بالحلف بالأب الكافر. أبوه من أهل القرآن، واخد شيخ المقارئ المصرية بيحلف بيه، معتز لأنه راجل من أهل القرآن. يبقى لما يحلف بيه وقع في المكروه مش في الحرام، فاهم؟ لكن أبو عمر بن الخطاب كان كافر ومات على الكفر، فازاي يحلف؟ وما يقول النبي لا تحلفوا بآبائكم أي الكفار على سبيل التحريم، ولا تحلفوا بآبائكم المؤمنين على سبيل الكراهة، لأن الأحكام لها مراتب، فهمت بقى إزاي؟ لها مراتب. طب لو حلف بالأنداد الولات والعزة، يبقى ده شرك، من حلف بالأنداد فقد أشرك، فهم؟ فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر، لأن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، فهم؟ قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، يعني ذاكرا يعني إيه وأنا بذكر حاجة جديدة، أو آثرا يعني بحكي حكاية كنت بعملها وأنا في الجاهلية، يعني ما يقولش حتى أنا كنت في قبل الإسلام بحلف بأبي، ما يقولهاش كمان، أدي معنى ولا آثرا، يعني ما يحكيش حتى اللي كان بيعمله في الجاهلية من الحلف، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في إصبعين، يعني على قد إصبعين كده تبقى حرير عشان تتني بيها حرف الجبة الصوف، تقوم ما تأذكش في رقبتك وفي جسمك، تبقى يسموها إيه زي إيه كلفة كده، ولا بيسموها إيه بتوع الجماعة يسموها كلفة؟ يعني يجي في الحرف كده، يروح عامل الحرف كده حرير عشان ايه ما يأذيش الجلد بتاعه، على قد صباعين وعلى قد صباعين هنا. كان مشايخ الازهر زمان كانوا يعملوا كده، لما يلبس الجبه بتاعتهم ايه كان يكلفها كده حته حرير صباعين بس عشان ما تأذيش في رقبته، لان الصوف ايه قاسي على ايه على الجلد. رخص في الحرير في اصبعين. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة ابن فرقد فكتب إلي عمر بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا الاستثناء إيه؟ وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، إلا بقدر إصبعين بس. قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة، أزرار يعني حروف الطيلسان اللي هي حروف الإيه القباطي والإيه اللي كانوا بيلبسوها وبتبقى إيه سميكة، فقال إيه لقينا بعد كده الطيالسة دي جاية متكلفة كده ومتنية عليها الحرير. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابيه عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني الناس لما بيقصروا الصلاة ويصلوا الرباعية اتنين في السفر، يصلوا الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، والآية بتقول فإن خفتم ولا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإحنا الوقت مش خايفين، إحنا أمنا والإسلام انتشر وبين أمان، نقصر ليه؟ فهم؟ ده السؤال، ده محل السؤال،
فقد ذهب ذاك اليوم، يعني الخوف يعني، فقال عجبت مما عجبت منه، يعني قال له نفس السؤال ده أنا سألته للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى القصر للخوف حكمة وليس علة، حكمة وليس علة. لو كان علة كان ايه يزول بزوالها، لكن ده كان حكمة وليس علة. فهمت ازاي؟ والحكمة هي ايه؟ وصف ظاهر منضبط، واخد بالك؟ اذا وجد وجد معه الحكم، واذا ارتفع ارتفع معه الحكم. اما الحكمة فوصف غير منضبط لا يتعلق بها الاحكام. واضح؟ ده الفرق بين الحكمة والعلة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله، زي الناس يقول لك السفر زمان كان سفر متعب، عشان كده الناس كانت بتقصر الصلاة لانه في مشقة، لكن احنا دلوقتي بنسافر في بيزنس كلاس وتكييف وامان وحاجة جميلة ومستريحين، ليه نقصر بقى؟ ايوه يا سيدي، دي اسمها حكمة وليس علة. يعني مشقة السفر المشقة دي حكمة وليست علة للقصر. ليه حكمة؟ لانها غير منضبطة. ليه؟ لان انت اللي تشوفه مريح قد يكون ايه مشقة على غيرك. واحد يركب القطر يقول لك ده مريح، واحد تاني يقول لا ما اقدرش اسافر الا بالطيارة، القطر بالنسبة لي مشقة. فهمت ازاي؟ يبقى المشقة وصف غير منضبط لانه مش مستمر مع كل الناس، لكن طول المسافة دي وصف منضبط. فربطوا القصر بالمسافة مش بايه؟ مش بالمشقة، لان المشقة حكمة وايه والمسافة علة. علة تصح ان تكون علة ليه؟ لانها وصف منضبط. فيقول لك 85 كيلو، سافر 85 كيلو ايه يبقى لك ان تقصر. اقل من 85 ما تقصرش، سواء بقى مسافر ايه وانت من اهل الخطوة، يعني بتعمل خطة كده تبقى هناك زي بعض الاولية لو ان يقصر، او تكون ايه بصاروخ في لحظة حطوك في الصاروخ واطلقوه بقيت هناك برضو تقصر، لان طالما قطعت المسافة باي وسيلة كانت مريحة غير مريحة. ليه بقى؟ لان المشقة في السفر حكمة وليست علة. زي هنا برضو الخوف في السفر ايه حكمة وليس علة للقصر. فهمت بقى يا سيدي؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار يحدث فذكره. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد جمالك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.